الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. تباركت يا ربنا سبحانك بينت لنا القبيح من الحسن ونلجأ إليك يا مولانا مما نزل بنا من البلاء والمحن ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا من قلت وقولك الحق من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وله الملك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومعلمنا ورسولنا محمدا رسول الله وصفيه ومصطفى صلاة وتسليما عليك يا سيدي يا رسول الله عليك وعلى آلك وصحبك ومن تبعك بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ما زلنا نبحث في كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زلنا نحاول أن نعود إلى الطريق المستقيم، إلى الصراط المستقيم صراط الله. ما زلنا نبحث في القرآن الكريم كي نجد أنفسنا على الصراط المستقيم. فكما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. ويقول الحق سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يتولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعلينا اليوم أن نبحث ما الذي جعل الأمم السابقة علينا، منهم اليهود غضب الله عليهم ومنهم النصارى الضالين، ما الذي جعل من بني إسرائيل يهودا مغضوبا عليهم، يهودا مغضوب عليهم ونصارى ضالين. نذهب إلى القرآن الكريم نجد أن الحق سبحانه وتعالى يقول عن اليهود: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. أول مشكلة، يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون: سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. يبقى أول طعنة بتيجي في الدين هي تحريف الكلام عن مواضعه، تحريف الكلام عن مواضعه أو يفهم على غير معناه. طب من الذي يفهمنا كلام الله على معناه؟ اسمع إلى الحق سبحانه وتعالى يقول: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى أولي الأمر منهم. طب كلهم؟ لا، مجموعة منهم بقى من أولي الأمر. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من دول اللي بيستنبطوا دول؟ وما هو الاستنباط؟ الاستنباط هو عمل عقلي خالص، هو عمل من أعمال العقل خالصة. والاستنباط له قواعد
تسمى القواعد الشرعية، وهي استنتاج نتيجة من مقدمات. فإذا لا يستطيع تأويل كتاب الله إلا الله وحده، فقط الله وحده. يقول الحق سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله. ثم ماذا؟ والراسخون في العلم يقولون: كل من عند ربنا. فلا تنسب الراسخون في العلم إلا من خلال تأويل الله سبحانه وتعالى، وما يعلم تأويله إلا الله. نعود إلى اليهود والنصارى الذين حرفوا الكلمة عن مواضعها، فنجدهم أنبياؤهم أو رسلهم يدعوهم إلى الإيمان بالله، ولكنهم لا يصفون في هذا، فيقولون لموسى عليه السلام: ادع لنا ربك، ولم يدعوا الله مباشرة. والنصارى الذين قال عنهم الحق سبحانه وتعالى: وإذ أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، لوعيسى عليه السلام، قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون. واشهد يعني يشير الله على أنفسهم بأننا مسلمون، بالتأكيد كمان، ما قالوش هو بأننا مسلمون، بأننا مسلمون. وبعدين: وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، كلموا النبي بتاعهم هو، وانظر إلى الوقاحة في التعبير القادم: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هل يستطيع ربك؟ الله هو القادر الخالق الباطل، من تقدر تنزل لنا مائدة من السماء؟ هل هذا كلام يقال لأناس أشهدوا على أنفسهم بأنهم مسلمون؟ يقولون: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال لهم: اتقوا الله، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يعني لو يعني لا إيمانكم فيه شك نفسه. طب ما الذي يضع لنا سبلا كثيرة ويبعدنا عن الصراط المستقيم ويجعلنا نفسا؟ وقد قرر الله سبحانه وتعالى أنه هو بنفسه هو الذي سيحفظ القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الخوف من إيه بقى؟ الخوف من تحريف الكلام. الخوف كله من تحريف الكلام. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. بس من ايه المسلمين؟ حتى أن اليهود والنصارى عندما قالوا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا له ايه؟ قالوا له: إبراهيم عليه السلام كان يهود؟ اليهود قالوا: كان يهود. والنصارى قالوا: سيدنا إبراهيم كان نصراني. فيقول الحق سبحانه وتعالى، يعني حاجة في الساعة خالص: لما تحاجون في إبراهيم وقد أنزلت التوراة والإنجيل من بعده؟ بيجادلوا في إيه؟ التوراة والإنجيل نزلوا بعد إبراهيم بآلاف السنين، يبقى كان يهود إزاي؟ كان في يهود ولا كان في نصارى؟ أفلا تعقلون؟ يعني ما عندكمش عقل خالص. وبعدين طيب أنا هديكم قرار نهائي بقى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني، لا كان يهودي ولا كان نصراني، وإنما حنيفا مسلما.
حنيفا مسلما. ما معنى كلمة مسلم؟ كلمة مسلم معناها ايه؟ معناها لمن يفهمه هو جزء من الإسلام، أنت جزء من الإسلام، أنت محاط بالإسلام داخل الإسلام، عليك قشرة خارجية غليظة اسمها الإسلام. ولذلك أنت مسلم. إنما لو سألت واحد من بني إسرائيل يقول لك أنا يهودي، يهودي بالياء النسب، يعني ينتسب إلى الدين اليهودي. إنما أنت إيه؟ مسلم، يعني جزء من الإسلام. تخرج من الإسلام إمتى؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لك لما تبقى فاسق. فاسق يعني إيه؟ فاسق كلمة كانت تقال عند العرب على الرطب البلح، يقول لك فسقت الخمرة على بلاد الشاح على الأرض لدرجة إن هي شريطة بلاد إيه؟ الشاح. فأنت الفاسق في المسلمين اللي بدأت يشرب في الإسلام في الشقة، بدأ يعني بدأ إيه؟ يبان منه حتة كده هيخرج من الإسلام. أمال الكافر نوبة اللي خرج من الإسلام اللي انسلب خالص. يقول الحق سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، خرج منها خالص، شقة كده وبان، لا فانسلخ منها. ولما ينسلخ او يشاهد خاطف يحصل ايه؟ فاتبعه الشيطان، تخيل يا فرصه بقى، فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، خلاص. ولو شئنا لرفعناه بها، يعني لو تمسك بايات الله لرفعناه بها، ولكنه اخذ الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب من تحت اللي عليه يلهث وان تطرقه يلهث. ذلك مثل الذين كذبوا بآياته، نفس الكذب آيات الله. تحريف الكلم بدأ في الإسلام عندما بدأت أول خروج على الإسلام بما يسمونها الخوارج، وانفصل الاسلام الى شيعه. كانت اول حاجه اسمها الايه الشيعه، وبعد كده بفتره بقى في سنه وشيعه، وبعدين الشيعه انقسموا 23 فرقه، وبعدين السنه بداوا يتقسموا بدايه من القرن الماضي، هيوصلوا اكثر من 50 فرقه. بدانا نسمع اسماء ما انزل الله بها من سلطان، اسماء كثيره جدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج كم بقى فرقه؟ بضع وسبعون فرقه. نقول لك شعبه 23 وهنا بقى 50، يعني بقى 73 فرقه. كلهم في النار الا فرقه واحده اللي هي الجماعه. جماعه الاسلام الذين لم يحركون الكلم. يخرج ناس يقول لك: نحن الاسلاميين. مش اسمع نحن الاسلاميين. الإسلام يعني نحن المسلمين. ويزكون أنفسهم ويجعلون لهم مرجعيات. الشيعة يقول لك الإيه؟ ولاية الفقيه المرشد الذي يرشد الشيعة هو اللي فيه كل حاجة. هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به؟ ليس أنا أي مرجعية إلا القرآن والسنة فقط. وليس لاحد ولايه على احد. ولم يعط الله توكيلا لاحد ان يتكلم باسم الاسلام. وكل مسلم مسؤول عن نفسه، فلم ياتي ابو بكر ويقول: انا خليفه رسول الله وانا الاسلامي الذي سأعرف. لم يقل هذا خالص اطلاقا. ولم يقل عمر هكذا، ولا عثمان، ولا اي احد في الصحابه الاوائل. من اجل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان امتكم هذه عافيتها في اولها. ليه عافيتها في اولها؟ قوتها وعظمتها كلها في اولها، وفي اخرها ايه اللي بيحصل؟ تصوبكم فتن كثيره، تاتي الفتنه تركت الكفر
يعني الفتنة تيجي تقول مسلم ايه خلاص هذه مهلكتي، تيجي اللي بعدها اشد منها تخلي اللي قبلها حاجة هنينة خالص. تحريف الكلام عن مواضعه هو الذي يؤدي الى تفرق السبل فتضيع فيضيع المسلمين. فليس هذا منطقا او عقلا ان تكون خير امه عندها خير كتب الله واعظمه وعندها سيد البشر وسيد الخلق اجمعين والذي أما المرسلين جميعا ويكونون في هذا الحال في اخر الامم. لماذا؟ لانهم تركوا العمل، تركوا العمل وزكوا انفسهم. واحد يطلع يقول لك انا الاسلام معايا وانا اللي هحافظ على الاسلام، ولا ده الدستور لازم فيه مش عارف ماده ايه. هل اسلامك، اسال نفسك سؤال، هل اسلامك انت مسلم عندما تذهب الى صناديق الصراع وتقول وافق او لا اوافق، وافق على ان الاسلام الدين الرسمي للدوله؟ هل توافق؟ من الذي يوافق؟ الله. من الذي يعلم من المسلم ومن غير المسلم؟ الله. وقد كان الله سبحانه وتعالى واضحا في هذه النقط في كتابه الكريم عندما يخاطب المؤمنين، يخاطب المؤمنين يا ايها الذين امنوا، انما في الحكم ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بالمؤمنين لا بين الناس جميعا مسلم كافر مسيحي يهودي، اصل انت مش مسؤول الا عن نفسك، مش مسؤول عن حد. يقول الحق سبحانه وتعالى: الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء، بل الله يزكي من يشاء. وهذا بل الله يزكي من يشاء وكفى به اثما مبينا، كفى بالكذب ده بس اثما مبينا. اللي يقول لك يزكي انفسه يقول لك انا اللي انا الاسلام وانا اللي بمثل الاسلام وانا الخيار الاسلامي وانا المشروع الاسلامي. مشروع يعني ايه؟ يعني ايه مشروع اسلامي؟ انت بتقول انا بعمل مشروع هيفشل هينجح. هل الاسلام مشروع ام حقيقه واقعه؟ الاسلام حقيقه واقعه، هو الدين الوحيد، الدين الخاتم الذي معجزته بين يديه. معجزه الانبياء لم نرى الا من القران. موسى شق البحر، حد شافه في البحر؟ عيسى يحيي الموتى باذن الله، حد شافه؟ لكن معجزتك في القران هو بين يديك، كلام الله بين يديك، اذا المعجزه بين يديك، فلما تحرفه؟ لما تحرفه؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الموضوع، عن التحريف، تحريف الكلم: لا ترجعوا بعد الكفاره يضرب بعضكم رقاب بعض. ليه؟ لانكم تتنافسوا الدنيا. اوعى تقول لي الدين، الدين لا يخطئ، الدين فوق الجميع لا يخطئ، انما المنافسه منافسه في الدنيا تتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فاهلكتهم. الخلفاء الراشدين ابو بكر الذي كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته، والذي كان سببا في اسلام كثير من المسلمين منهم عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، هو الذي دعا لكثير من ائمه المسلمين، هو الذي ادخلهم في الاسلام في بداياته. ابو بكر بما هو عند الله يقول، لانه يعلم ان كل شخص لا يكلف الا نفسه، يقول: لو وضع في قدم في الجنه، ما يزكيش نفسه ولا حاجه، يقول لك انا الاسلام وانا لو وضع في قدم في الجنه ما امنت مكر الله، ما امنت مكر الله، يعني مش هتاكد ان اخش الجنه الا لما اطلب خالص. عمر بن الخطاب الذي يقول: يا ليتني كنت شعرا في قدر ابو بكر.
لو نادى مناد يوم القيامة كلكم يدخلون الجنة إلا رجل واحد لظننت أنه عمر، إنما نحن من هذا التحريف تعرف بين العامة كلمات. واحد راح يصلي يقول له ايه ابعد عيني. المسلمين الاوائل هل في القران ايه؟ قال المسلمون كما قال اليهود والنصارى ادعوا لنا ربك. هل قالوا هذا؟ هل هناك اي ايه قال المسلمون فيها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ادعوا لنا ربك؟ لانهم يعلمون ان الله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. طب يعملوا إيه؟ فليستجيبوا لي، أولا يستجيبوا إيه؟ لي وليؤمنوا به، لازم يبقى مؤمن تماما بهذا. إنما لما تقول لواحد يبقى ادعي لي فقد احتملت إثما مبينا. أشياء بسيطة بنوع فيها، أخطاء بسيطة جدا بنوع فيها جدا. يدعي لك إيه؟ هو في هو حد هيشيل حساب حد؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ووفيت كل نفس ما عملت. لما بيتكلم عن الجماعة وبعدين بيجي عن الحساب بيقول لك كل واحد لوحده. كل واحد لوحده. ولا ينفعك إلا عمله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ادعوا الله وأنتم مؤمنون بالجنة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن أما بعد، عباد الله اعلموا أن الله يعلم سركم وجهركم، الله يعلم ما في أنفسكم، الله يعلم من تزكى، فيقول في كتابه الكريم لرسوله الكريم: قل لهم ايه؟ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. كلام واضح. قل كل واحد منكم يعمل على شاكلته. بعد ما تنصحهم يا محمد وتنصحهم النصيحة وتسيبهم بقى كل واحد، ما هو قال في الأول إيه؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله. خلاص طاعة الرسول بقت من طاعة الايه؟ الله. ومن يتولى اللي مش هيطيع فما ارسلناك عليهم حفيظا. احنا مش عايزين منك تعاتبهم ولا اي حسيبهم بقى حسيبهم. لماذا؟ لان الله هو القاضي على حسابك في الدنيا وفي الاخره. على حسابك في الدنيا والاخره. اذا لم تعلم ان الله قادر على كل شيء وانه اعظم من أن تتصوره بهذه الصورة الضئيلة، فاعلم أنك قد احتملت إثما وبهتانا مبينا. واحد ما تخلفش يقول لك إيه؟ أنا نفسي ربنا بس ده ويديني ظفر عيل، ظفر. ده هو ربنا في الجناة دي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سألتم الله فاسألوا الدرجات العلى، أعلى حاجة. ربنا عظيم، لازم تعرف إن ربنا عظيم. ولما تسأله لازم تكون مؤمن وممكن بالإجابة. ما تبقاش تسأل وأنت شاكك هيحقق ولا مش هيحقق. لا، ده يقين بالله. اسألوا الله وأنتم موقنين بالإجابة، متأكدين أن الله عظيم وقادر على كل شيء. فاللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شقيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا غائبا الا رسوله الى اهله سالما غانما يا رب العالمين. اللهم افتح لنا ديننا الذي هو اصل صدرنا، وافتح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،
وافتح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اسقنا بيد رسولك الكريم شربة ماء من موضع شديد لا نظمأ بعدها أبدا في يوم لا ظلم إلا ظلمك رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت مغفرة ورحمة. آمين آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. واقم الصلاه ان صلاه كان على الشيء والمنكر، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. حي على الصلاه حي على الفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. فاقيموا الصلاه وارحموا رحمكم الله، وقولوا على الله بقلوب خاشعه، واقيموا الصلاه موجهه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا